إنها قصة عن ثلاث جماعات من الأسود. تتصارع للسيطرة على منطقة محظورة. جماعة الفسحة صغيرة لكنها متمرسة. جماعة بيوباب بأكثر من 30 صياد قوي. جماعة إنجا شرسة ومتعطشة للسلطة. الأمر أكبر من مجرد صراع على الغذاء، إنها حرب شاملة، حرب من أجل الهيمنة الكلية. إنها اكتساب لإرث وخسارة لكل شيء. بدأ الأمر في موسم الجفاف، عند منعطف نهر ماجوسي. حتى خلال مواسم الصيف الأحر والأكثر جفافاً، وجدت المياه هنا دائماً في مكان يدعى الفسحة. إنها ملاذ ومأواً أيضاً، وجوهر الحياة لكل الحيوانات في رواها. لكن الأمور ليست بالهدوء الذي تبدو عليه، فأشياء غريبة تحدث هنا، تحالفات غريبة. في الواقع الاعتيادي تصطاد الأسود قردة الرباح، لكن في الفسحة تعايشت عائلات الأسود وقردة الرباح معا. جماعة صغيرة من الأسود تعيش هنا حالياً، لبوتان كبيرتان متمرستان مع صغارهما. الحياة هانئة. تتبع جماعة الفسحة القواعد التي أرساها أسلافها، وذلك بألا تعترض قردة الرباح إطلاقاً. ثمة سبب لذلك. لا شيء أخطر من أسد جائع. ظباء الكودو. تقوم ظباء الكودو الواردة إلى الفسحة لكي تشرب،
وأيضاً تتفرق بسرعة إذا ما أحست بالتهديد. وتأخذ قردة الرباح بالصراخ عادة عند استشعارها بالخطر، لكن هذا لا يحدث في الفسحة، فهنا تتخلى عن مواقعها لتلاحق الخطر في هدوء تام. ظباء الكودو تصغي لإشارة تحذير، يشير الهدوء إلى عبور آمن. وبهذا تدخل الظباء منطقة الصيد. لا تسمع أي صوت، وتستمر في الاقتراب خلسة. إنها فرصتها الأخيرة لكي تتنبه. اكتملت الخديعة الآن. ستأكل جماعة الفسحة جيداً اليوم، وذلك بفضل قردة الرباح. إذا كان الأسد الجائع خطراً، فإن الشبع يجعل منه أسداً آمناً. فلتبقى جماعة الفسحة شبعة، وعندئذ قد يعم السلام بين الأعداء الطبيعيين. الأمر بهذه البساطة. وكذلك هو الحال عند منعطف النهر هذا والمدعو بالفسحة. لكن المشكلات في طريقها للحدوث. قطعان ضخمة من الجواميس أجبرت على ترك المرتفعات الجافة بحثاً عن الماء، منجذبة بشدة إلى الفسحة. مجموعة الجواميس هي عبارة عن أعداد كبيرة وعطشة من العضلات القوية والقرون. جماعة غير اعتيادية تقوم بتعقبها سراً. إنها جماعة من الأسود. إنها جماعة أنجا. حارس الجواميس عدواني، مباغت، وجدير بالاحترام. جماعة أنجا منسجمة مع طبيعة القطيع. منطقتها شاسعة، وفرائسها في تنقل دائم. لكن بالنسبة لجماعة أنجا، عندما تكون الجواميس في تنقل، فلا حدود لمنطقتها. أتقنت جماعة أنجا طريقة سحرية لاصطياد الجواميس. إنها تبحث عن الضعيفة منها،
فالضعيفة والصغيرة تختبئ في قلب القطيع. وستعمل جماعة أنجا على إخراجها من القلب. عجل مصاب. لقد حدد الهدف. اندفع الصيادون إلى المقدمة. خطف الصغير خفية تحت عباءة من الظلال والغبار. الأمر يبدو سهلاً هكذا. إن سوء حظ العجل المصاب زاد من سرعة الجواميس، وأخذت قوة القطيع بالتنامي شيئاً فشيئاً. يسيرون قدماً للأمام، قدماً باتجاه الفسحة في حرارة النهار، ولا تبطئ جماعة أنجا عنها أبداً. جماعة أنجا مستعدة ومتأهبة ومتعطشة للسلطة. لقد قامت بسحب الضعيف من قطيع الجواميس، والآن ستواجه حراس القطيع. تعتاش جماعة أنجا على الجواميس، وتعتبر أنها تملك هذا القطيع. قطيع من الجواميس العطشة بما يعادل 600 في طريقه إلى آخر تجمعات المياه في الفسحة. جماعة أنجا في أعقابها وتتنقل دائماً برفقة الأشبال. ستتبع جماعة أنجا الجواميس إلى أي مكان تذهب إليه، حتى إلى داخل منطقة أسود أخرى. كحراس لبوابات الفسحة تقبع غابة قديمة من أشجار البيوباب، نجا بعضها لمئات السنين كشاهد على تبدل لا يحصى من الفصول. تؤمن غابة البيوباب الغذاء للجميع. ثمة قوة عظمى هنا، فهذه الغابة هي موطن أكبر جماعات الأسود في رواها. جماعة بيوباب بأكثر من 30 عضواً، إنه عدد يفوق المعتاد. لبوات صيادات قويات وأشبالها.
إن غابة البيوباب تطعم الجميع. يصل أول قطيع من الجواميس في موسم الجفاف إلى غابة البيوباب. هذا ليس قطيع الجواميس العائد لجماعة أنجا، إنه قطيع آت من الشمال وبعدد يزيد عن 1000. تعتمد جماعة البيوباب على القدوم السنوي للجواميس، لكن القطيع هذه المرة لن يتوقف في الغابة. يدفع العطش بالجواميس الظمأة إلى مياه الفسحة. وإن لحقت جماعة بيوباب بها فستغادر غابتها وتدخل منطقة جماعة الفسحة، أي المنطقة المحظورة. وبعجزها عن مقاومة إغراء الصيد تغادر بأمان مأواها. لبوات جماعة الفسحة شهدت قدوم الجواميس بعدد لا يحصى من المرات. مرت عدة أشهر منذ أن عكر دبيب القطعان الضخمة صفو عيشها. لكن ثمة شيء مختلف هذه المرة. لبوات جماعة الفسحة تستمع لأصوات العديد من الحوافر آتية من الاتجاهات المعاكسة. قطيعان من الجواميس يتقدمان باتجاه الفسحة. أحدها آت من غابة البيوباب. ومن جهة الغرب يأتي قطيع أنجا. ليست أعداد الجواميس العطشة هي ما يقلق جماعة الفسحة، بل ما يتبعها. إنها تخشى أبناء جنسها التي تشكل تهديداً لأشبالها. مجرد جماعة صغيرة لكنها بالغة، وهي أمات لعدة أجيال. تعلم اللبوات الكبيرة من خلال خبراتها أن وراء كل هذا الغبار والضجيج أسود أخرى تحمل رغبة بالقتل. يتوجب على الأسرة مغادرة نعيمها الآن. سوف تعود، لكن ليس قبل عودة السلام. تحت حماية زائفة من الجواميس تصل ظباء الإمبالا إلى مياه الفسحة. اليأس يدفع بالفهود للقدوم. يتعين على الأم أن تقوم بالصيد، فصغارها الجوع يعولون على ذلك.
الصيد في منطقة جماعة الأسود هو استجلاب للهجوم. لديها الآن فسحة صغيرة من الأمل، لأن جماعة الفسحة ليست هنا. لكن قردة الرباح هنا وستطلق تحذيرا إذا ما رأتها. يدفع الجوع بأحد الأشبال للتقدم مهددا بكشفها. لم يحدث أي شيء. لا مزيد من الأخطار، على الأشبال أن تبقى. لقد تعلمت هذا الدرس منذ زمن بعيد، درس الحياة. عليها الصيد بسرعة لكي تنجو. قردة الرباح هي من يقرر الصيد هنا. تتراجع أنثى الفهد، فهي ليست مهيئة للقتال. ستعيد قردة الرباح الصيادين إلى المكان الذي أتوا منه. كان لصيد ناجح أن يعني الحياة بالنسبة لعائلة الفهود. لا زالت تتنفس بالقرب من حيوان ذو دوافع مثيرة للشك وحليف لأسود الفسحة. هل هو فضول؟ أم اهتمام؟ رغم شعورها بالدهشة لعودتها للحياة، إلا أن قردة الرباح قامت بطرد الصياد. لقد أنقذت حياة بتدخلها هذا. أشياء غريبة جدا تحدث في الفسحة. يدخل القطيع القادم من غابة البيوباب إلى مجرى النهر. والآن يقع الحدث الأبرز، بنزول قطيع أنجا إلى المياه ذاتها، وتحول قطيعي الجواميس الضخمين إلى قطيع واحد. المواجهة مع العدو هي أمر محتوم، لكن النتيجة ليست كذلك، لأن قوتها الآن قد تضاعفت. وصلت جماعة البيوباب إلى الفسحة، المتعدين في الأرض المحظورة. الإغواء كبير جدا، مصيرها قد حسم. سوف تصطاد في الفسحة.
إنها تبحث عن المواقع الضعيفة، تنفصل وتنتظر اللحظة المناسبة للهجوم. يستشعر الحراس بخطر وشيك كامن في مكان ما من الرمال. تغادر مكامنها تخلق تدافعا، وتبحث عن الأضعف. تقسم القطيع، تخرجهم من مجرى النهر، لقد أخطأت وحوصرت. والآن تقوم الجواميس بمهاجمة الأسود. لقد ارتكبت أسود بيوباب خطأين أساسيين. اختارت الصيد في الجزء الأكثر حرارة من النهار، وهاجمت الجواميس قبل انتهائها من الشرب. يمكن للجاموس الشرس أن يتحمل الحرارة، وسيقاتل من أجل المياه. كم يمكن للأسود الثبات في مكانها؟ لا زالت لدى إحدى اللبوات المصممات القدرة على اختبار القطيع. قد يكون هذا أول وآخر جاموس تهاجمه. في قلب المنطقة المحظورة، ومع الجوع والحر والإنهاك، تلاشت آمالها بسرعة. بذلت أسود البيوباب كل ما عليها بذله، لكن ثمة المزيد آت. وصلت جماعة إنجا، ولم يعجبها ما رأته.
جماعة ضخمة من الأسود الغريبة تحتجز جواميس أنجا عند الضفة. جماعة أنجا ليست الأكبر، لكن هذه الأسود شرسة. شاهدت لبوة البيوباب جماعة أنجا تدخل الفسحة، وكل ما في تقدمها ينذر بالشر. جماعتان من الأسود تجتمعان الآن في المنطقة المحظورة. لبوة البيوباب في حالة تأهب، وجماعة أنجا في مكانها. يتقدم ذكر من جماعة أنجا مخالفا جماعته، الغريزة تقوده للأمام. إنه لقاؤه الشخصي الأول بإناث غريبة. تتحدى إناث جماعة البيوباب تطاوله. لن يسمح ذكر بالغ أبداً بتحدي لبوة. لكن لا توجد ذكور بالغة هنا. تهيمن اللبوات على كلا الجماعتين، وقائدة جماعة أنجا هي اللبوة الأقوى بينها جميعا. لا يمكن التراجع هنا. يتوجب على كل عضو من كلا الجماعتين خوض هذه المعركة. مستقبلها على المحك. تستشعر الجواميس ذلك. والفسحة التي تمنح الحياة على وشك أن تصبح ساحة للحرب. الكفة ترجح لصالح جماعة أنجا. فقد ساقت جماعة البيوباب الأكبر في كل رواها إلى خارج الفسحة. لكن ثمة ما هو أسوأ من الهزيمة. فقد تركت إحداها في الخلف. اللبوة الشابة التي حاولت إثبات نفسها كصيادة للجواميس أخذت كرهينة من قبل جماعة أنجا. يمكنهم قتلها في الحال.
لكن بدلاً من ذلك فإنهم يعذبونها. يوقف صراخ معاناتها انسحاب جماعة البيوباب. الأسود المهزومة تراقب وتستمع بينما يستمر التعذيب. ثمة طريقة وحيدة لإيقاف التعذيب. يجب على جماعة البيوباب أن تخضع لجماعة إنجا. على الأسود أن تعود إلى أرض المعركة. عادت قائدة جماعة البيوباب إلى الحلبة. ربما تكون قد دخلت فخاً، لكنها تتقدم رغم ذلك لإيقاف الألم. وقفت وحيدة لتضع نهاية لمعاناة اللبوة. قائدة جماعة البيوباب تقبع في خضوع تام أمام نظيرتها من جماعة إنجا. فات أوان التظاهر بالشجاعة. حصلت جماعة إنجا على ما تريده، فقد لقنت جماعة بيوباب درساً بأن تبقى بعيدة عن جواميسها. واستعادت جماعة البيوباب لبوتها. إصاباتها بليغة. هل يمكنها الوقوف؟ مهزومة بالمعركة وبفعل الحرارة الآن، تنتقل الجماعة إلى حافة الفسحة لكي تنتظر. مانحة اللبوة المصابة فرصة. خاطرت القائدة الشجاعة بحياتها للخضوع لجماعة إنجا ولم يفلح الأمر. الحرارة تستنزف الطاقة في الفسحة، ولا خيار أمام القائدة. حان الوقت لعودة الجماعة إلى منطقتها في غابة شجر البيوباب. معلقة ما بين الجماعة وبين علاقتها بابنتها، تكون الأم آخر من يرحل. لقد بقيت أطول مدة ممكنة. لكن الحرارة هي ما أبعدها في نهاية المطاف. Thank you.
آخر نفس تأخذه في الفسحة. لا شيء يمكنه تغيير ما حدث عند هذه الرمال. تروي الجواميس ظمأها في ساعات الشفق في الفسحة. تتغير الحظوظ. حياة تزهق وتمنح مجددا. عادت لبوات الفسحة مع أشبالها. جثتها هي كل ما تبقى لإظهار ما حدث هنا. لبوة شابة غريبة. ثمة عظة هنا. لاعبون جدد يستيقظون. غرباء أكثر قوة. صيادون كبيرون في طريقهم إلى الفسحة.